الحصان مقابل التمساح، من سيفوز في هذه المعركة؟ قانون التنافس في مملكة الحيوان معروف للجميع، فالبقاء للأقوى. الحصان مقابل التمساح ليس من الأمور التي تظهر كثيرا، ولكن قد يكون ذلك لمجرد أننا لم نلتقطه بالكاميرا، ومع ذلك تم تصوير القتال في هذا الفيديو في منتزه في فلوريدا. قال شهود عيان أن الحيوانين اشتبكا بعد أن كان الحصان يحاول على ما يبدو حماية نسله. لم يجب هذا الفيديو على السؤال حول أي الحيوانين هو المسيطر، لأنه بعد مرور زوجين من الحصان يتمكن التمساح من الزحف بعيدا عن الممر، بينما يعود الحصان إلى مجموعته. لكن إذا حكمنا من خلال شهادات الشهود المذهلة، قد لا يكون ذلك مهماً، لأن الرابحين الحقيقيين قد يكونون من البشر الذين يراقبونهم. تدرك الخيول بشكل لا يصدق، ليس فقط من حيث البصر والإدراك العام، ولكن أيضاً من حيث قدراتها المعرفية. لقد ثبت أن ذكرياتهم رائعة. إنهم لا يفهمون كلماتنا وعواطفنا فقط كما تفعل العديد من الحيوانات الذكية مثل الكلاب، لكنهم يتذكروننا جيداً أيضاً. الخيول رائعة للأشخاص الذين يريدون حيواناً أليفاً يمكنهم الخروج في الهواء الطلق والاستمتاع بأسلوب حياة نشط. ركوب الخيل طريقة رائعة للحفاظ على لياقتك وصحتك في الهواء الطلق. يمكنك استكشاف الطبيعة مع الحفاظ على نشاطك، كل ذلك بمساعدة خيلك. تم ركل جاك راسل من قبل حصان، وكل ذلك بسبب المالك الذي لم يكن قادراً على التحكم في كلبه. تعتبر ركلة الحصان قوية للغاية، ويمكن أن تسبب إصابات خطيرة وحتى مميتة. بسرعة تقريبية تبلغ 200 ميل في الساعة، يمكن للحصان العادي أن يركل بقوة حوالي 2000 رطل من القوة لكل بوصة مربعة. ومع ذلك كلما اقترب حيوان ما من الحصان، قلت القوة التي يحصل عليها من الركلة. إذا كان الخصم على بعد حوالي 5 أقدام، فهذه ركلة كاملة القوة، فمن المحتمل أن تكسر العظام في الحال. أقرب أبناء عم الحصان المستأنس هم الحمير الوحشية. يقول العلماء أن الحمر الوحشية لها أطراف خلفية قوية يمكنها تسديد ركلة بقوة كافية لكسر فك التمساح. تعتبر الحمر الوحشية عادة صاحبة أقوى ركلة، وقد عرف عنها أنها تقتل ذكر أسد أفريقي يبلغ وزنه 280 كيلوغراما بركلة واحدة. تعتبر هجمات الكلاب على الخيول مشكلة تؤثر على كلا الطرفين. الخطر ليس فقط على الحصان الذي يمكن أن يصاب من قبل الكلب، ولكن أيضاً الكلب الذي يتصرف بعدوانية تجاه الحصان سيكون معرضاً لخطر الإصابة. إذا ركل الحصان لحماية نفسه حتى لو لم يتصل الكلب بالحصان، فقد يتسبب نباح الكلب في إصابته بالفزع والهرب، مما يعتبره الحصان موقفاً خطيراً. قد يؤدي هذا إلى سقوط الفارس من على الحصان، وترك الحصان يركض مفككاً، وربما يتسبب في إلحاق الضرر بنفسه أو الآخرين أثناء وجوده في حالة خوف لا يمكن السيطرة عليها. الخيول حيوانات كبيرة وقوية، يمكنهم القتل بألف طريقة مختلفة. هذا هو السبب في أننا يجب أن نحترمهم. عليك أيضاً أن تدرك عزيزي المشاهد أن الخيول لديها بقعة عمياء خلفها، وإذا صار أي شخص في ذلك فمن المرجح أن يطردوه ويؤذوه بشدة. ومع ذلك فالخيول قد تتعرض للكثير من المخاطر، فقد تقترب الخيول البرية من نهر موبوء بالتماسيح الفتاكة، مما يعرض تلك الخيل لمخاطر جمّة.